راح ورجع. ضبوا الكراسي راح خلوا كل شيء. انا اعطيته لبسام مفتاح الفرن لانه الفرن ما راح يتسكر امي. سلمته لبسام باب امين غير فيه. اتفقت معه كل اسبوع يجي بدنا نغلي. بدك تروحي تزوري؟ امي انا ما بقدر اطلع قبل ما تخلص العده. خليه يسمع صوتي. بيقولوا الميت بيسمع صوت يلي بيزوره. ما فيني امي. ما بقدر. ما عم اقدر اتخيل انه خلاص ما عاد رح اشوفه ولا اسمع صوته ولا اقعد معه ولا في كل يوم الصبح ساوي له قهوته وفتره قبل ما يروح على الشغل. انا رح اروح زوره كل يوم. هو كان بده يعني يتجوز سامي؟ كان خايف عليك امي. كان بده يحميكي. كان بده يسكر ابواز العالم كله. يعني هو كان بده يعني يتجوز سامي؟ ايه. هي وصيته وانا بدي نفذها. بس يخلص الأربعين انا بدي اتجوز سامي. على شو ناوي هالمرة كمان؟ لا تخافي امي. هالمرة ما راح اهرب. محمود ما أستاذ وصلوها لمطرح ما بدها تروح. حاضر. أحلى حاجة في الطلاق الحرية. الطلاق مش معناه نهاية العالم يا لامار، لا بالعكس ممكن يكون البداية. عارفة اللي حصل بينكوا ده؟ شيطان. أنا ما اتغديتش لحد دلوقتي. اتغدى سوا. سرع جدا في حياتي.